بمارس هذه الرياضة منذ الطفولة. طبعاً في البداية كانت العملية صعبة جداً، كونه أن شخص بقدم واحدة يمارس رياضة السباحة، خاصة ما كانش في مسابح موجود في غزة، كانت على صعيد البحر. لكن الحمد لله بالعزيمة والإرادة اتخطيت هذه المرحلة، والحمد لله اليوم أنا من أفضل السباحين على مستوى فلسطين. تم بترجي في 5/8/2018. ضليت في البيت متعقد نفسيا، يعني قعدت ندي يمكن 3 شهور في البيت ما استوعبتش. بعدين التجأت لايش؟ لكرة القدم، بعدين الطائرة، بعدين السباحة. صارت عندي طموح انه انا اقدم بزيادة بعد اجي من بطرة. طلعت انه انا واجي مش مبطورة، ما كنتش انا اعمل للي 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 الامور هذه. إن شاء الله نكون إلنا في الأيام المقبلة مشاركات على مستوى فلسطين والشرق الأوسط والعالم إن شاء الله.